اهلا بيك كابتن رامي، مشرفنا ونورنا في موقع في الجول وسعداء بوجود حضرتك معانا. ميرسي جدا. شكرا. في البدايه احنا عايزين نعرف كابتن رامي دلوقتي اللي هو بيعمله. بطلت الكوره طبعا من زمان وزهقت شويه من الكوره، يعني انا عشت بالكوره من 30 سنه، كنت عايز اعمل حاجه تاني خالص، بس كنت عايز اعمل حاجه نسبه لبلدي هنا في مصر وبلدي في السويد. كنت عايز اعمل حاجه وعنده صحاب في التصدير، وانا شايف فرصه كويس جدا عشان انا اعرف النظام هنا في مصر والسويدين. طبعا عايز اجيب فاكهه وخيار وحاجات كده يعني من مصر، عشان كده انا فتحت الشركه هنا في مصر تصدير عشان اجيب من هنا وبيع في السويد للسوبر ماركتس. وبيحاول يعمل تيم كده هنا في مصر زي في الكورة، يعني في حاجات كتير شكله بعض. يعني الحمد لله أنا جاي مصر كتير جدا دلوقتي، يعني ده سادس مرة السنة دي، وأنا بموت في مصر، عشان كده أنا شايف ده حاجة كويس. سر علاقتك القوية بنادي الزمالك إيه؟ وهل بتتابع المباريات والنتائج؟ يعني نادي الزمالك طبعا أنا لما كنت عنده 20 سنة أنا كنت عايز ألعب كورة وجيت مصر، أصلاً كنت هتدرس هنا في مصر في جامعة أمريكية، بس كورة أحسن يعني. والحمد لله يعني جده كان زمان رئيس نادي الزمالك وكان في فرصة أتمرن معه مجرب، وابتدت مع ناشئين تحت 21 وبسط. كان صعب جداً طبعاً، الهيئة هنا مش زي في السويد، بس اللعيبة كان كويس معايا، بس أنا برضو بعد سنة ونص كده أنا كنت عايز أرجع السويد ورجعت السويد بعد سنة ونص. بس كورة كان مش زي النهاردة، يعني كورة كان بالنسبة لي كان صعب جدا، أنا ما كانش كويس، أنا ما كنتش ركز زي مفروض، أنا ما خرجتش وكده، بس أنا في دماغي ما خدتش على الجو هنا في مصر والمدربين اللي بيقول كذا وحش كلمة بالنسبة لك. في السويد ما فيش كده، هم بيقولوا حظك وحش جرب أحسن المرة الجاية، يعني هنا بيختلف شوي. وده طبعا لما أنا كنت عنده 20 سنة ده كان شوك فور مي، بس ده برضو عملني لأنا شوف الفرصة اللي جيني وربنا كرمني ورحت النادي أكبر من كده، بس ده احتمال عشان الجو هنا في مصر برضو. طيب أنت بتتابع ماتشات الزمالك دلوقتي والنتائج ولا لأ؟ أنا بتابع نادي الزمالك ونادي الأهلي، أنا بحب الكورة مش يعني جوه الكورة، بس بحب أفرج عليه وبحب أفرج على الكورة كويس. أنا شفت نادي الزمالك وما كسب، وشفت نادي الأهلي كسب بإسماعيلية 4-0 باين، كان لعب كويس جدا برضو. لا أنا بحاول أشوف as much as I can. طيب في الماتشات القليلة دي اللي أنت اتفرجت عليها، مين اللي عجبك في الأهلي ومين عجبك في الزمالك؟ الجوان. يعني أنا شايف بس ده من زمان، يعني برضو نادي الزمالك ونادي الأهلي عندهم جوان كويس جدا. من لما انا كنت هنا في نادي الزمالك كان كابتن نادر السيد، وفي الاهلي كابتن احمد شوبير طبعا من زمان والهضري، بس في لعيبه يعني انا شايف زمالك برضو الاوفنسيف بتاعتهم جامد جدا، واهلي برضو عندهم لعيبه كويسين جدا. يعني شايف تعيين الحضري في الجهاز الفني لمنتخب مصر ازاي؟ لا ده نورمال ستيب، يعني هو عصام الحضري كابتن، عصام الحضري احنا في مصر لازم نقول كابتن الاول. لا هو طبعا الكارير بتاعه فظيع، يعني وانا لعب ضده في المنتخب لما انا كنت في منتخب سويد، لعبنا منتخب مصر، طيب جدا وخد الخبرة معاه والمنتخب دلوقتي في مصر. اشرح لنا عملك السابق كخبير مفرقعات. لا أنا كنت ده لما كنت في مدرسة في السويد، كنت عنده كام سنة؟ 16-17 سنة كده، ولما تخلص مدرسة في شهر 6 كده زي هنا في مصر، ناس كتير في السويد هيشتغل في الصيف يعني 3 شهور،
عشان نجمع فلوس شوي، اشتري عجلة، اشتري حاجة كده لذيذ. وانا اشتغلت فيه وما كانش سهلة، يعني الدايناميت وكده ده تقيل جدا. وصحيت الشغل بيبدأ الساعة 7 الصبح واشتغل لغاية الساعة 5، بس ده برضو خبرة. يعني انا بحب اشتغل واشتغل صح، ده اهم حاجة. شاركت بشكل اساسي مع فريقك بسبب انضمام الحارس الاساسي ساكسون لقائمة السويد كأس العالم 2002، وبعدها بحوالي شهر انتقلت الأرسنال. ازاي عشت النقلة السريعة دي؟ ده برضو سؤال كويس جدا. يعني انا ساكسون كان ثالث جون في كأس العالم 2002، والتالت جون ما كانش بتمرن جامد، ما كانش بتاخد ماتشات في الفترة شهر وشوي، يعني عشان كأس العالم في جابان. هو رجعت الفريق بتاعتنا وما كانش في الفورمة، يعني هو كان عامل ماتشين ثلاثة مش كويس. المدرب جاي لي قال لي رامي انت هتلعب ماتش الجاي، وده كان ماتش زي اهلي وزمالك كده. انا مثلا كنت بلعب في الزمالك، كنا بنلعب اهلي، يعني اتنين في ستوكهولم، ماتش كبير جدا يعني. ونزلت فيه ماتش وعملت كويس جدا. وطبعا لما اعمل ماتش كويس جدا يعني، والمدرب كان بيحبني برضو، وانا اتمرنت يعني نص سنه جامد جدا عشان اخد فرصتي وخدته. وانا برضو اسالت لما وصلت النادي الارسنال في شهر 8، ده كان في شهر 7، في نص 7 انا اخدت الماتش في الفريق بتاعي في السويد، وده زي ما انت بتقول ده كان شهر. انا برضو استغربت طبعا يعني، والمدرب جاي لي قال لي رامي في فريق كده في انجلترا كبير عايزك، هم عايزك تروح هناك يومين تمرن معهم. وانا هو ما كنتش عايز اقول اني فريق، وانا بقى ابتديت افكر في دماغي يعني يونايتد، لا هم اشتري بارتيس من كام شهر، ليفربول لا عندهم جون كويس، وشيلسي جون كويس، ارسنال ديفيد سيمان كبير في السن شوي احتمال ارسنال. وبعدين جه مكالمه لما كنت في العربيه قال بكره رامي هتسافر لندن، احنا موافق انت هتسافر. وطبعا ده طبعا هعملها يعني، اروح هناك. واصلا ارسنال كان الفريق بتاعي في انجلترا عشان اندرش لينبار كان هناك، وفي ناس كتير في السويد بيحب زي دلوقتي ليفربول، في ناس كتير بيحب ليفربول عشان محمد صلاح، وده كان فرصتي. وانا برضو سالت السكاوت شيف انتوا ازاي في الشهر وشوي كنت عايزان يعني، هم قال رامي احنا شفتك من سنتين و وي ار فولوينج يو، يعني عشان احنا شايفين انت شخصيه كويس وانت قعدت في الدكه كتير وبتنزل في الماتش ده وبيعمل كويس ماتش كبير، ولما انت هتيجي هنا مثلا ديفيد سيمان كبير في السن واحتمال مش هيلعب كل الماتشات، انت هتنزل في الماتشات واحنا عايز نشوف انت بيستحمل البريشر وكده. يعني هم عندهم تفكير برضو مش كده صدفة احنا محتاجين جون، يعني هم عندهم مثلا كذا 10 جوان they are following يعني. وبعد كده انا خد فرصتي الحمد لله. شاركت بعد اصابة ديفيد سيمن وحافظت على نظافة شباكك في ديربي شمال لندن كان قدام توتنهام، يومها هنري سجل هدفه الشهير واحتفل الاحتفال اللي تم تخليده في تمثال قدام ملعب الامارات لحد يومنا هذا. احكي لنا على اللي حصل. انا طبعا كان لعب ماتش قبل كده في الشامبيونز ليج من اسبوع ونص كده قبل الماتش توتنهام ده، عملت ماتش كويس الحمد لله. طبعا ماتش توتنهام ده اجمد ماتش بالنسبه لنا، يعني احنا ممكن نخسر اي فريق بس توتنهام لا مفيش يعني. والمدرب قال لي رامي انت هتلعب ماتش ده، وطبعا ده كان حاجة حلوة جدا يعني. وانا ما كنتش نيرفس، احنا كنا جامدين جدا في الفترة ده، وبرضو في التانل يعني لما تنزل الهايبري الملعب انا حسست احنا هنكسب الماتش ده، وانا شايف الناس اللعيبة في توتنهام كان خايف قبل ما تنزل الملعب، يعني منتالي ضعيف جدا يعني. وماتش ابتدت وطبعا أنري عملت جون حاجة فظيعة كده، وأنا عملت كذا سيفز، بس طبعا مش يعني لما تلعب في أرسنال في
فترة ده يعني احنا نمسك الكورة هنعمل اكتر ومفيش يعني شوتس كتير، بس لما بجاي انت لازم يعني ركز يعني. بس الحمد لله عملنا ماتش كويس وكسبنا 3-0. طب انت بتقول لازم ما تخسرش من توتنهام وتخسر من اي فريق تاني، ايه سر العداء ده بين الناديين؟ لا ده جوز واي باك يعني من زمان يعني، وانا عارف قبل الماتش ده ما خسرناش توتنهام في مثلا 19 سنه ولا يعني فتره طويل جدا. ده زي اهلي وزمالك يعني عشان ادي فكره يعني كده. وانا ما حسستش بيه لما بتلعب، لما انت في الملعب انت بتركز ده 90 دقيقه كوره وهتكسب يعني. بس كان في ماتش مع توتنهام لما انا كنت بطور رجلي، انا قعدت في الستاند، انا شايف بقى ستات عندهم 70 سنه بيشجع يعني، ده مهم جدا بالنسبه للجمهور يعني. ابتديت افكر يعني، وطبعا اللعيبه برضو قبل الماتش انت حاسس لما في حاجه كده، ماتش زي توتنهام يعني ده حاجه بالنسبه للجمهور مهم جدا تكسب يعني. من اسابيع قليله ارسنال هزم توتنهام وبيمانجا قرر نفس احتفال تيري أونري، وتيري أونري كان فرج الماتش ده برضو. انا كنت بيلعب الماتش لما أونري عملتها، هو جه يجري عليا عشان هو يعني جري very long distance يعني. وبعدين في الهايبر كان في التوتنهام فانس على شمالي كده ورا، فترة ده انت مش بفكر ده هتطلع statue يعني حاجة، بس يعني you get reminded كل مرة لما شايف الستاتيو انا كان لاعب ماتش ده. وبعدين لما اوباميانج بيعملها انا مش هقول ده غلط طبعا، مش غلط، بس يعني خليها لأونري يعني، ده من الزمان ويعني حاجه belongs to him يعني. بس طبعا اوباميانج praise him يعني، هو بيعملها عشان هو بيشجع أونري طبعا. برضو انا بفكر فيه لما هو بيعملها يعني اوباميانج، بس انا برضو شايف أونري ده حاجة تاني خالص. في 24 ديسمبر 2002 احكي لنا اصابتك بالكسر بعد تدخل مارتن كيون. لكن تمرين عادي كده كله ماشي كويس، وكنا بنلعب ضد بعض كده لعبة صغير انتنسيف. جه كده بيركامب كنت عايز العب الكورة فوقيه، وانا راجع وخبطت خد الكورة ما كانش جون. وبعدين انا كنت عايز اشيل الكوره مع رجلي، وبعدين واحد دفاعنا بتاعتنا برضو كنت عايز اعملها يعني، ده كان يعني ما فيش حاجه يعني intentional يعني، ده كان حصل كده. وده كان اصلا واحد من فريق بتاعي يعني، ما كانش حد انا لاعب ضده يعني، بس حصلت. وانا برضو يعني ما كانش في pain ولا اي حاجه كده. وماما كان جاي من سويد، هي كان في لندن في الوقت ده، وانا كلمتها من الامبولانس وكلمت زي ما انا بكلمتك، ماما رجلي كسرت. هي لا ازاي بقى، لا هي ما كنتش بتصدقني عشان انا بكلم كده يعني، لما رجلك كسر يعني هتعيط، بس عشان النيرفز برضو كسرت يعني انت مش حاسس بيه يعني. بس انا طبعا لما بشوف الحاجات ده بيحصل في الملعب في الماتشات انا ما اعرفش اشوفهم يعني، انا تتعب جدا يعني لما شايف اكسيدنت كده يعني. بس انا ما خدتش يعني، انا ما كنتش فاكر ده جامد كده يعني، بس انا شايف اللعيبه بتاعي جاي عندي في الجون ووشهم، انا ما شفتش رجلي، انا شفت وشهم هم يعني مش بترجع يعني لف عشان مش عايز اشوف. انا فهمت بقى ده حاجه مش كويس يعني، بس الحمد لله انا قاعد هنا دلوقتي ويعني لعب في المنتخب سويد بعد كده والحمد لله. لم تشارك في موسم اللا هزيمه مع ارسنال، لكنك كنت في قائمه الفريق، ايه كواليس التتويج بالدوري الانجليزي في الموسم ده؟ رجلي كسرت في زي ما انت كنت بيقول 24 ديسمبر 2002، انا في تفكيري انا هرجع للبري سيزون اللي في شهر 7 ويبدا الموسم جديد، وكنت عنده سنه في الكونترات بتاعي لسه. ديفيد سيمان ليفت تو سيتي مان سيتي،
وجي يان سليمان من دورتموند، وغيرنا برضو المدرب جوان. بس لما انا جيت البري سيزن انا ابتديت اتمرن، بس لسه ما كانش مية مية يعني، انا كنت لسه ابتديت السترينث وكده. وطبعا كان صعب جدا بالنسبه لي، انا كنت عايز العب اتمرن كويس، بس الفريق كسب وكسب وكسب وتعادل، يعني كنا ماشي كويس جدا. وفي الشهر 11 كده انا رحت المدرب، انا جاهز يعني، هو لسه شويه رام. بس انت عارف لما انت في دماغك يعني، انا لعب ماتشات كتير في الريزيرف تيم مع فابريغاس، وكان في طبعا لعيبه من الفيرست تيم، بيريس، ايدو. بس لما انا شايف الماتشات دول دلوقتي، انا شايف انا ما كنتش جاهز يعني، بس في دماغي كان جاهز. بعدين جه شهر كده، شهر 2، ولسه ما كنتش عارف ايه اللي حصل مع الكونترات بتاعي. وانا كنت يعني، انا ما كنتش زعلان، بس يعني انا كنت عايز العب. رحت المدرب تاني، هو قال رامي انا مش هينفع يعني دلوقتي انا to extend your contract، عشان انا عايز اشوفك العب first team first. حاضر ماشي. جي بقى كسبنا الدوري، كان في فاضل 5 ماتشات كده، 6. وطبعا يعني لما كسبنا الدوري هو ممكن يغير. انا رحت عنده، هو رامي شوف احنا ما خسرناش ولا ماتش، وانا مش هينفع اغير الجون لما عايزين نروح دوري كله من غير اخسر. وانا كنت عامل، لما انا كنت مدرب انا ما كنتش اغير الجون يعني، انا فاهم هو، بس بالنسبه لي ما كانش كويس. بس ده يعني، او انا فهمت يعني، انا طبعا بحب أرسن فينجر كتير جدا يعني، هو عملت اديتني فرصه وكده يعني، بشكره كتير يعني. بس بالنسبه لي الموسم ده ما كانش كويس، بس الفريق كان كويس جدا. بس ده طبعا حاجه يعني بتاعت ربنا يعني، انا الحمد لله يعني. في كاس العالم 2006 انضميت لقائمه منتخب السويد، ايه كواليس اصابه ساكسون ومشاركتك في اول مباراه قدام تريندو وتوباجو؟ في ماتشات كده انت يعني شايف بعد لما بطلت الكوره ارجع، ده واحد يعني. في شامبيونز ليج، في توتنهام، في طبعا اول ماتش في كاس العالم 2006 في المانيا، كان برضو يعني لما اشوف الكارير بتاعي بتمشي كده. بس كل مره لما انا بيلعب اول ماتش الحمد لله انا عملت كويس يعني. في السويد لعب كويس جدا اول ماتش، زي ما انا قلت لك قبل كده، الماتش اللي اديتني فرصتي انا خدتها. اول ماتش في الارسنال برضو خدتها، اول ماتش في الشامبيونز ليج خدتها. ده مهم عشان build yourself confidence. برضو في الكاس العالم برضو كان ماتش يعني mentally بالنسبة لي، ماما كان في الديستانس مع ابني الكبير فرج على الماتش ده، انا كنت بس ركز فيه العب سهله، ما تعملش حاجه تو ماتش يعني. احنا كنا مفروض تكسب الماتش ده 5-6-0. شاكا هيسلوب اللي كان في الجون في ترينيداد عامل ماتش يعني، هو ماتش في الحقيقة يعني، يعني هيز لايف جيم اوف ذا لايف يعني، كان كويس جدا. واحنا طبعا بعد الماتش ده كان زعلانين جدا، وانا برضو يعني ما دخلتش جون فيا، وكاس عالم يعني طبعا انا فرحان جوه، انا لعب ماتش كويس الحمد لله، بس زعلان برضو عشان كنا مفروض نكسبها 4-6. بس طبعا ده ماتش برضو في التفكير معايا. شعرت بعد الماتش انك ممكن تلعب المباراه اللي بعديها، ولا انت كنت عارف ان انت مش هتلعب؟ انا حسست انا مش هلعبها يعني. ساكسون بصراحه عملت ماتش في المنتخب كان كويس جدا يعني،
زي في الأرسنال يعني، لما أنا لعب ماتش وديفيد سيمان ممكن ألعب، هو هيلعب ديفيد سيمان برضو. أنا ممكن أعمل ماتش 10-10 هو غير لي ديفيد سيمان. ده المشكلة بتاعت جون يعني، مش هينفع أنا أحطك ليفت باك، أنت هتاخد الماتش بتاعتك وخلاص. وأنا حسست برضو كده، عشان لما إيساكسون ممكن ألعب خليه يلعب. المشكلة كمان في الماتشات ده، زي في مصر دلوقتي لما كان في كأس العالم، أول ماتش ده هم جدا يعني، هو عايز يلعب الفريق مخصوصا سويد، المدرب السويد هو زي المدرب النهاردة، هو مش غير يعني، هو هيلعب الناس اللي هو تراست. لو انت كرامي، انت اللي كنت واقف امام منتخب انجلترا، كنت هتقدر تصد هدف جوكول؟ طبعا لا يعني، ماتش لا بهزر معك. انجلترا always have problem with the Swede يعني، انجلترا طبعا فريق جامده في كل مكان في الملعب، بس ضد السويد عندهم مشكله في كده. كذا فريق انت بيلعب صعب جدا، بس انت احسن، بس في فريق كده انجلترا برضو معانا صعب جدا يعني، يعني they respect us very much. واحده من اشهر مبارياتك مع منتخب السويد كانت امام منتخب اسبانيا اللي هي في تصفيات يورو 2008، حسيت بعدها انك ممكن تكون الحارس الاساسي لمنتخب السويد في اليورو؟ هما كان 16 ماتشات. ماتش الاسبانيا يعني من اوتوم اللي كان انا لعب ايسلاند كذا ماتش قبلي الماتش اسبانيا، واسبانيا فريدة كان يعني عندهم تشافي، انيستا، فابريغاس، توريس، فيا، يعني في كل مكان لعيب من برشلونة او ريال مدريد. بس السويد مقتنع بالسيستم بتاعتهم. احنا عارفين اسبانيا تمسك الكرة 80% من الماتش، طب احنا هنعمل ازاي بقى؟ اعمل كونتر اتاك. ده برضو واحد ماتش كده انت هتفاكر لما جدد الكارير بتاعتك يعني. وده كان ماتش برضو عملنا ماتش كويس جدا كلنا مع بعض. انا حسست يعني لما الماتش ده خلصت كسبنا، انا كنت بلعب 4-5-6 ماتشات كده ورا بعض، عشان إيساكسون كان في مان سيتي وهو كان رجله ما كانش كويس. جه ماتش مع دنمارك في شهر 2 باين ولا حاجه، ده كان التيبينج بوينت. انا حاسس كان 50-50 هو هيلعب رامي او إيساكسون، هو لعب إيساكسون. ده القرار ده اللي هو اخدتها، انا حسست انا مش هتفرق انا هعمل ايه. انا برضو بحب المدرب ده كويس جدا يعني، هو محترم وكويس معايا وكل حاجه، بس السويد عندهم النظام ده برضو نفس النظام زي ما انا قلت لك قبل كده يعني، انت مش هتغير كده. بس وهو لاعب قبل الماتش دول، إيساكسون احتمال لاعب 60 ماتش وعملتهم كويس جدا. انا حاسس انا عملت الديسيشن صعبه جدا نسبه للمدرب المنتخب، بس هو خد القرار وخلاص يعني. انا عمري مش هروح له زعلان ولا اقول حاجه في اي حد يعني، انا الحمد لله. واجهت منتخب مصر سنه 2007 في استاد القاهره وخسرت 2-0. كنت حاسس بقى انت كرامي، بما انك انت الجنسيه المصريه وبتلعب المنتخب السويد، كنت حاسس بالضغط ولا كانت مباراه وديه عاديه؟ لا طبعا، ده كان حاجه، ده كان ماتش كده. انا نزل، انا فاكر كويس جدا، انا نزل قبليها بكذا يوم عشان اشوف بابا وكده، وبابا اصلا ما روحتش ماتش، هو وقت في البيت. انا جاي اصلا من السويد العب هنا في استاد القاهره، وهو مش هو قال لا هشوفها في التلفزيون. امي جه وبنت عمته، عمي بس ده مش هتفري معايا يعني، انا اعرف بابا ازاي يعني، ما فيش مشكله يعني. طبعا اللعيبه في السويد فهمت، انا كلمت كويس جدا على مصر، وكان في بريس كونفرنس انا وكابتن عصام الهضري قعدنا كلمنا. طبعا كان في ضغط، بس انا لعب اخر 45 دقيقه، إيساكسون لعب اول 45 وانا اخر 45. انا فاكر ميدو كان بتسخن ورا الجون كده، والملعب ما كانش يعني كويس جدا يعني،
بس ده مش ال it's no excuse. يعني مصر كان أحسن من سويد بكتير ماتش ده. يعني أنا مش فاكر وصلت ما كانش لعب برضو. أنا فاكر حاجة يعني دخلنا الاستاد مع الرايت باك بتاعتنا اسمه ميكي نيلسون كان بيلعب في يونان وإنجلترا والجمهور بقى رامي رامي هو اللي ده. أنا لا ده مصر يعني أنا بحب مصر هما بيحبني أنا أعمل إيه يعني. لا بس ده برضو حاجة سبيشل كده يجي هنا مصر يلعب في مصر ده أقول أكتر من إيه. طيب فاكر إعلان زهينة؟ فاكر. لا أنا كنت عايز جرب يعني أنا راجل أو ولد مش هتفر معايا عايز جرب حاجات to improve. أنت لازم أعمل حاجة عشان يعني بس أنا فاكر الآن ما كانتش كويس بس جربتها يعني عادي يعني أنا مش هتفري معايا كده. أنا برضو كنت عايز أعمل حاجة هنا في مصر و يوهينا شركة محترم يعني لما شايف الإعلان ده أنا بتضحك يعني أنا كنت لسه فاشل أنا ما كانش كويس. هو انت رامي شعبان؟ ايوه. انت جون الارسنال الانجليزي؟ ايوه انا. موقف مع ارسن فينجر؟ بروفيسور يعني هو very intellectual. ده مدرب اللي انا عايز اعمل ماتش كويس عشان هو deserves it. فاهم انت عايز العب كويس عشان المدرب هو اديلك الفرصة هو يعني مثلا انا ما لعبتش كتير جدا بس برضو بموت فيه. هو فاهم كوره كويس هو اللي غيرت الكوره في انجلترا. لا برضو واحد اللي I respect very much. مع تيري هنري؟ تيري هنري كان عايش في نفس المكان زي مثلا زي في مهندسين كده في نفس المنطقه. جه هادي خبط في باب بتاعي صدفه كده بالليل ده كان هنري. هو كنت مع امه في نايكي تاون في لندن وكان اشتريت الجزمة لابني. هو قال اه دول انا فكرت في ابنك اتفضل يعني هو برضو راجل كويس. وطبعا انا لما قابلته من كام سنة كده روحنا سيلفريدجز مع بعض انا اشتريت طبعا حاجة لبنته يعني ده عادي جدا. دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن محمد صلاح وحقيقته اللي هو ياخد الكره الذهبيه كافضل لاعب في العالم. انت شايف رايك ايه؟ لا انا شايف هو توب 3. محمد صلاح عملته كويس جدا السنه اللي فات والسنه دي برده. ده محمد صلاح ليفاندوفسكي برده بيعملها كويس جدا في المانيا بس لما نشوف فتره اللي خدها قبليها كان ميسي ورونالدو وبالون دور برده انت محتاج تكسب حاجه مثلا دوري. يعني انا ما اعرفش هما بيفكر ازاي بصراحه بس محمد صلاح طبعا فيفوريت مع ليفاندوفسكي امبابي. بالنسبه للاغاني اللي انت بتحبها هنا في مصر بتحب مين؟ مصطفى قمر، عمرو دياب، هشام عباس. ده عشان لما انا كنت هنا 20 سنه كنت بمشي في الشارع اللي ورانا هنا كان في العربيه بقى هشام عباس ومصطفى عمر يعني عشان كده يعني انا ما اعرفش الجديد بس دول ثلاثه. ممكن تغني لنا اغنيه لحد فيهم؟ اه طبعا. هناخد هشام عباس. زمان زمان وانا صغير كنت بهلم اكبه كبير تعب القلب وتهير والدنيا من مشاوير يعني نص نص. بالنسبة لأولادك هل فيهم حد شايفه اللي هو هيلعب كورة ولا؟ أنا عنده 3 أولاد. الأكبر واحد بطلت كورة من 4 سنين. عنده 2 صغيرين مش صغيرين بس يعني 13 سنة و 12 سنة هما بيلعب كورة. أنا بمدرب أنا بيساعدوهم يعني مدرب جون ومدرب عادي يعني. انا ما اعرفش هحط الليفل فين بس هما كويسين الحمد لله وبيلعب
وده كفاية بالنسبة لي. يعني أنا مش عايز بقى مدرب أكتر من كده. يعني أنا دول عشان أولادي بيساعدوهم وقعد جنبهم. يعني أنت بيت you're building an علاقة كمان مع الأطفال بتاعي. يعني أنا بتمرنهم 3-4 مرات في الأسبوع. يعني ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم. لو حد من أولادك كمل في كرة القدم، هتفضل اللي هو يمثل منتخب السويد ولا منتخب مصر؟ ده مش قرار بتاعي. يعني أنا طول عمري مع الأولاد بتاعي أنا هخليهم قرار. يعني أنا عمري مش هحط الضغط عليهم. أنا طبعاً أعرف الضغط فيه عشان أنا كنت لعيب كورة. وبالصراحة ابني الكبير ما يعني كان صعب جداً بالنسبة له مع الضغط. وأنا مش عايز أحط ضغط زيادة عليهم. يعني هم مش بس في الكورة، يعني في أي حاجة اللي هم عايز أعملها أنا هقف وراهم. يعني ده مهم جداً. وخليهم جرب. يعني هم مش بيلعب كورة بس، يعني هم بيجرب حاجات. يعني بيلعب هاندبول زي ما هم عايزين، بس أنا عايزهم تحرك. يعني أنا مش عايزهم يقعد قدام التلفزيون ولا قدام البلاي ستيشن. أنا عايزهم تعمل حاجة عشان ده كويس لجسمك وكويس للهي. يعني هل كابتن رامي نفسه ما كان قبل ما يمثل منتخب السويد، هل كان في فترة حد كلمك من منتخب مصر تمثل منتخب مصر؟ اه كان فيه. ده كان قبل الإصابة وجي مكالمة. كان أنا مش فاكر بالصراحة مين وكده، بس كان في مكالمة وكان في كلام كتير هنا في مصر على الموضوع. أنا هلعب في المنتخب ولا ليه ما كلمتهمش وكده. في الآخر جي مكالمة وكان في invitation. بس بعد لما أنا ورت رجلي بعد كده ما كانش في مكالمة خالص. مش عارفين نقول لك يا كابتن رامي، نورتنا وشرفتنا بوجودك. والله يخليك.